السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. تزوجت 9 مرات وعشقت رزي أباظة ورفضها فريد شوقي لولا صدقي. هنعرف تفاصيل كتيرة ومحطات في حياة اللعوب الشريرة لولا صدقي التي غنت بأكثر من لغة وتزوجت 9 مرات. ولدت في 27 أكتوبر عام 1923 من أم إيطالية الجنسية. درست في المدارس الفرنسية بالقاهرة وعملت في بداية حياتها كراقصة ومطربة تغني باللغتين الإنجليزية والفرنسية. ورفض والدها دخولها مجال التمثيل على الرغم من أن شقيقتها الكبرى صفية صدقي كانت تعمل في المجال وشاركت بأدوار ثانوية في العديد من الأعمال. بعد مساعدة شقيقتها صفية لها واقتنع والدها بموهبتها وساعدها هي وشقيقتها في مجال التمثيل بعد أن ساءت أحوال الأسرة المادية والتحقت بالفرقة فرقة الدكتور أمين توفيق المسرحية. بعدها تم تدريبها على الرقص الشرقي لتصبح راقصة شهيرة عدة أشهر ومطربة باللغتين الإيطالية والفرنسية في ملاهي ليلية. وكانت بدايتها السينمائية من خلال فيلم حياة الظلام عام 1940 من خلال المخرج أحمد بدرخان الذي اختارها للمشاركة في الفيلم. وبرزت لولا في أدوار المرأة الشريرة والفتاة اللعوب التي توقع الرجال في حبها باحثة عن المال، وبرعت في تقديم تلك الأدوار. وقدمت للسينما أكثر من 60 عمل سينمائي ومنهم أبو حلموس والمليونير الصغير وفاطمة وماريكا ورشيل وأستاذة فاطمة وعريس مراتي وحبيب العمر. وسافرت إلى إيطاليا وقامت بتأدية أدوار صغيرة في بعض الأفلام الأمريكية والإيطالية كمان. وقعت في غرام فريد الأطرش في فيلم عفريتة هانم ولكن واجهت رفض بشكل غير مباشر. أثناء مشاركتها في فيلم المليونير الصغير شاهدت الفنان رشدي أباظة فأعجبت به ويقال إنها تزوجته سرا وقضى معها عاما كامل. وتزوجت لولا صدقي 9 مرات. كان أول أزواجها محمد راغب وهو أشهر رسام للقفشات السينمائية في الأربعينيات. وبعدها تزوجت الثاني فكان شاب ثري من عائلة عريقة. أما الثالث فهو مصور سينمائي إيطالي، والرابع فهو أيضا شاب ثري وانفصلوا 3 مرات. وكان الزوج الخامس محللا للزوج الرابع. أما الزوج السادس فكان رساما فرنسيا ولم يستمر الزواج سوى 1 عام وانفصلت. وبعدها الزوج السابع وكان إيطالي الجنسية وله منصب مدير فندق ومطاعم المنتزه. وبعد انفصالهم تزوجت من علي رضوان مدير انتاج شركات سينمائية. وبعد انفصالهم عن علي رضوان تزوجت رجل اعمال ارماني انتقلت به في العيش للبنان، وبعدها سافرت معه للعيش في روما. وعاشت لولا صدقي في إيطاليا مع زوجها التاسع والأخير منذ عام 1964. وتوفت الفنانة لولا صدقي في يوم 8 مايو عام 2001 عن عمر يناهز 77 عام، ودفنت بالعاصمة الإيطالية روما.